قبل المحترفين في الخارج ونجاح تجربتهم، نجمنا بقى المتألق في الأرسنال محمد النني عمل حاجة جديدة، عمل نادي باسمه في إنجلترا النني كلوب، وعمل وقال إن أنا هيعمل منه فرع في الإمارات وفرع كمان في الولايات المتحدة، وقال إن هو جايب مدربين كبار وتجربة استثمارية خاصة به هو كمشروع. واضح إنه درسه ومعاه شركة، مش هيقدر يعمل ده من غير شركة. نتمنى له التوفيق، ولكن أين فرع مصر يا نني؟ ما عايزينك تشرح لنا دي. إيه اللي خلاك ما فكرتش تعمل حاجة في مصر؟ إيه يعني، هل في نظام يمنع؟ هل في مناخ يمنع؟ هل في بنية تحتية مطلوبة؟ هل في لوائح بتحول؟ يعني عايزين نفهم. دي حاجة. الحاجة التانية، طاهر محمد طاهر عملها قبل ايه؟ امتلك نادي في الدرجة الرابعة بالظبط، واعتقد الأستاذ ياسين منصور اشترى منه، تردد ده يعني. فلا يعني هو ده فكر كويس من اللعيبة، ده بيفتحوا مجال جديد يستفيدوا بقى من مكانتهم وخبرتهم واسمهم، ان بعد ما يعمل أكاديمية في الهوا كده لا يعمل نادي.